جديد معادنا دلوقتي مع قراءة في أهم ما جاء في الصحف الصادرة صباح اليوم. هيكون قراءة بنوع من التحليل وقراءة ما بين السطور. معنا في هذه القراءة أستاذ طارق التهامي الكاتب الصحفي بالوفد. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا أستاذ. خلينا نبدأ من جريدة الشروق، والعنوان الرئيسي فيها بيقول الخمسين تبقي على المسيحيين واليهود بدلا من غير المسلمين، ولجنة مصغرة لبحث مواد القوات المسلحة ونظام الحكم ترفض نائب الرئيس. الحقيقة فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالمسيحيين واليهود والديانة، يعني بالتأكيد ان التحديد الديانة ده ممكن يغلق ابواب كثيرة كما يمكن ان يتم فتحها فيما بعد. بالقطع هو غالبا هتغلق الابواب القادمه من ناحيه التيار الديني ومن ناحيه حزب النور. هناك مبرر متعلق بانه هذه الماده سوف تفتح الباب لاديان اخرى ربما هم يعتبرونها تمثل ازمه للمسلمين في مصر، وان كانت ستفتح يعني سوف تفتح ابوابا في خارج مصر. لانه هذه الماده بتحديدها تعني عدم الاعتراف بديانات اخرى مثل البهائيين وغيرهم، وهذا الامر سوف يفتح ابوابا كانت مغلقه في الخارج والغرب. احنا يعني هنا لما بنتكلم عن نظام دوله وعن خصوصيه للمجتمع المصري، هل احنا يعني لو احنا قدام حاجتين اننا نفتح الباب ده داخليا، فكره وجود بهائيين او وجود بوذيين او غيرها من الديانات غير السماويه، وفكره ان احنا بنواجه الخارج، نختار ايه؟ يعني احنا كمجتمع يعني بنتعامل مع الديانات السماويه وبنحترم اصحاب الديانات السماويه. لا هنختار الداخل بالقطع، يعني وظروفنا وانتماءاتنا وعقائدنا، وانا هنا احفظ يعني لا اقول انه، لكن هذا ما سوف يحدث، وبالتالي يجب ان نقول ان هذا سوف يحدث لكي نكون مستعدين له باي وقت. فعندما تخرج بعض المنظمات او الهيئات او الشخصيات الغربيه لتتحدث في هذا الامر، يجب ان يكون لدينا ردود ولدينا استعداد في قود معركة بهذا الشكل. نعم. يمكن الجزئية الثانية أستاذ طارق اللي كان بيتكلم فيها إيمان، صباح الخير الأول. صباح الخير يا محمد. النظام الحكم ليه رفضت منصب نائب الرئيس؟ يعني أنت حضرتك شايف إن دوت حضرتك مع خلو هذا أو عدم وجود هذا المنصب في الأساس نائب الرئيس، أم أهمية وجود منصب نائب الرئيس؟ لا هو من الواضح انه هناك اتجاه لالغاء هذا المنصب لاسباب متعلقه بزياده النصيب رئيس الوزراء، سلطات رئيس الوزراء، ولذلك سيكون الامر متعلق بوجود رئيس ورئيس وزراء، وغالبا هيبقى في نوع من انواع التوازن في هذه السلطات، لانه التجربه السابقه او التجربه المصريه بقى بشكل عام فيما يتعلق بالرئيس ومنصب الرئيس كانت تجربة في الغالب سيئة. نعم. لأن الرئيس يمتلك كل السلطات، هو الذي يقرر، هو الذي يحدد. إن منصب نائب الرئيس كان ممكن يبقى بيحدث حالة من التوازن في حالة وجود نظام جمهوري أو نظام رئاسي. ولكن إذا احنا بنتكلم عن نظام برلماني رئاسي، فبالتالي إن هذا التوازن سيحدثه رئيس الوزراء وتقسيم المهام ما بين الاثنين. صحيح. السؤال الثاني واضح ان هم راوا عدم وجود جدوى من فكره منح نائب الرئيس بعض يعني سلطات او وجوده من الاساس. وانا اعتقد انه هذا الامر هو الامن لمصر، لانه وجود رئيس وزراء بسلطات واضحه وقويه واختصاصات واضحه ايضا وقويه يمنع رئيس الجمهوريه من الاستيلاء على السلطات وحده، يمنعه من اتخاذ القرار وحده، يمنعه من الاستبداد في المستقبل. انا اعتقد ايضا انه مستقبل مصر يجب ان يكون في المستقبل، ليس الان يعني هناك ظروف حاليه، لكن في المستقبل يجب ان يكون نظاما برلمانيا، لانه غالبا لن يوجد اي حزب في المستقبل يحصل على اغلبيه مطلقه، وبالتالي لن يتمكن من الحكومه الا بالائتلاف مع احزاب اخرى، وبالتالي لن نجد الحزب المهيمن ولن نجد الرئيس المهيمن. تجربتنا كانت سيئه، واعتقد ان احنا يجب اننا نتعلم من دروس الماضي. صحيح. جريده اليوم السابع، طلاب الاخوان يحرقون جامعات مصر بالمولوتوف،
الجماعة بدأت خطة وقف الدراسة بالاشتباكات مع الطلبة والموظفين في عين شمس والقاهرة والمحافظات. أستاذ طارق، يعني الوضع لو استمر على حاله، هل يمكن أن نقول أو نعيد مرة أخرى موضوع الضبطية القضائية يكون البديل الموضوع الضبطية القضائية؟ هل استمر هذا الوضع يجعل الدولة تلجأ إلى موضوع الضبطية القضائية للحرس الجماعي؟ والدور اللي بيقوم بالحرس الجماعي، يعني كنا بنتكلم خلال حوارات اليوم، يعني إزاي الحاجات دي داخل جوه الجامعة؟ بس لا لا لا، ما دخل في السبعينات، يعني بداية العنف في مصر بدأ من جامعة القاهرة في نهاية السبعينيات، عندما أراد الرئيس الراحل أنور السادات أن يواجه التيار الاشتراكي والقومي والناصري، فمنح طلاب الإخوان يعني سلطات لم تكن لهم، سلطات غير منصوص عليها لا في قانون ولا في لائحة ولا في غيره، ومنحهم كل الصلاحيات لكي يواجهوا هؤلاء الطلاب بالعنف. هنا مختلفة يا أستاذ طارق، يعني احنا قبل ما ندخل السنة الدراسية احنا عارفين ان احتمالية 99% يحدث هذا المشهد، لماذا لم يكن هناك اجراءات احترازية من البداية علشان ما تحصلش هذه الاشتباكات، وبعد كده نبدأ نقول اننا لا احنا محتاجين نرجع ردة للوراء نتكلم عن الحرس الجامعي ونتكلم عن ضبطية قضائية ونتكلم عن اجراءات امنية، لان الاول ما فيش اجراءات احترازية علشان ده ما يحدث من البداية، والا اذا ما كان هناك مخطط اخر يعني او فكر اخر. هي مش عايزه تبقى مبرر، يعني يبقى مبرر لهذه الاحداث مبرر للضبطيه القضائيه اللي اثرت الكثير من اللغط السيستاري. لا، ما هي الاشكاليه في كده انه احنا ما بين امرين غايه الصعوبه، فكره الحفاظ على امن الجامعات والطلاب، خاصه انه غالبيه الطلبه ليس لهم علاقه لا بهذا الفريق ولا ذاك، يعني ربما يكون لهم وجهه نظر بيبدوا بيها في الانتخابات، ربما يتعاطفوا مع حد هنا او يتعاطفوا مع حد هنا، لكن في النهايه هم بالقطع غالبيه الطلاب غير متيسرين، وبالتالي هم ضحايا لهذا الخلاف باي حال. لكن فكره ان نبقي الجامعات بهذا الشكل وبالقطع امر غير مطلوب وغير مرغوب، وبالتالي يجب ان تكون هناك اجراءات اداريه واضحه، بمعنى لازم يبقى في كاميرات تصوير تصور هؤلاء الطلاب اللي موجودين وبيستخدموا العنف او السلاح، واعتقد انه ممكن يبقى في اجراءات رابعه في مواجهتهم. اعتقد انه من الممكن انه الامن الاداري اللي موجود يبقى عنده قدره انه يقبض عليهم ويسلمهم للشرطه، لكن فكره الخلاف حول الضبطيه القضائيه الحقيقه ربما يعني لان انا يعني قيادة طلابية قديمة وسابقة شوية، فمش قادر اتعاطف معاها، فيجب ان تكون هناك اجراءات ادارية يملكها رئيس الجامعة وعمداء الكليات، والموظفين الاداريين يجب انهم يصوروا هذه الاحداث ويقبضوا على من يمسك بالسلاح ويتم تقديمه للشرطة بشكل قانوني. يعني احنا بنتكلم برضو معالجة امنية بس بشكل متطور، يعني مش لازم معالجة امنية من خلال تصدر الـ الامن نفسه، ولكن من خلال مثلا وجود شيء رقابي يمنع من الاول حدوث هذه الاشتباكات ودخول ايضا هذه الاسلحة للجامعات. طيب خلينا ننتقل لجريدة الوطن، منها الانذار الاخير لخطباء الزوايا: السجن في انتظاركم، وكيل الاوقاف جادون في تنفيذ قرار منع غير الازهريين والحبس 3 أشهر للمخالفين، الى اي مدى نحن بحاجة لهذه الحالة من الانضباط، ليس فقط فيما يتعلق بالدعاء ولكن حتى في جميع المجالات احنا محتاجين لوجود انضباط بعد الفوضى اللي سادت مؤخرا. لا، احنا محتاجين نعمل كمان حاجتين. اول حاجه ان احنا نفرز كل من يصعد الى المنبر، هل هو معاه ترخيص للحديث والدعوه والخطابه ولا ما عندوش، دي اول حاجه. وغالبا ستجدي اكثر من 60% من ممن يصعدون الى المنبر في مصر لا معاهم، لا هم مؤهلين ولا معاهم ترخيص، وبالتالي يجب خرج هذا الامر بشكل واضح. الامر الثاني انه الداعية او الخطيب الذي يصعد الى المنبر واللي بيقعد بعد صلاة العصر بالذات، يعني مش مجرد انه بيطلع يوم الجمعة، لا، اللي بيقعد في درس بعد العصر يوميا يحرضوا الناس على اشياء لا قبل لنا بها ولا الدين امر بها، يجب ان يحاسبوا محاسبة قانونية واضحة. لانه ليه احنا بنستثني الشيخ
وحتى في وقت الصادق انا قلت في ما تعلق مكان في الفتنه وان في شيخ وقسيس. الشيخ اللي يطلع يحرض على المسيحيين لازم يتحبس, والقسيس اللي يحرض على المسلمين لازم يتحبس. احنا لازم نتعامل مع الموضوع بمنطق واضح, انه الداعيه اللي بيطلع على المنبر مفيش على راسه ريشه, هو مش احسن من غيره, هو بيحرض على القتل والعنف, يبقى لازم يتحبس لان التحريض واضح وبيحرض على المسلمين بالظبط كده. وبالتالي مش بيحرض على غير, بيحرض على المسلمين, وبالتالي يجب ان يتم محاسبته بكل صرامه, لانه هذا الوطن لا يتحمل هذه الوراءات, ولا يتحمل الهزار, ولا يتحمل من يحاولون ان يدعوا انهم امناء على الناس وعلى الامه. لا, هذا الوطن فرز تكون يعني بدايه الفرز تكون جماهيريه من خلال المصلين انفسهم, هم يستطيعون ان يقوموا بهذه العمليه. الفرز الجماهيري حصل بالفعل, لكن ما اعتقدش ان الناس هيبقى عندها قدره كل جمعه تطلع تنزل الخطيب من على المنبر. يعني هذه مساله برضه مرهقه للناس, لا هتكون فوضى من ناحيه ثانيه برضه, ده مش مطلوب. بالظبط. وانا على شفت كتير في المساجد اصلي الناس تقول لي الخطيب ما تتكلمش في السياسه, مش بيقولوا لي لا قول الراي الثاني, لا ما بيقولوش كده, بيقولوا ما تتكلمش في السياسه. هل هو مربط الفرس؟ لكن الناس لازم يبقى في اجراءات قانونيه تساعدهم بانه يتم منع كل من لا يملك ترخيص, وكل من يحرض على اخوانه المسلمين يجب حبسه فورا. ده قانون, ده تحريض واضح جدا لا يحتاج الى تفسير. الجريدة المصري اليوم خطة لاستيراد السلع وطرحها بالأسواق لمواجهة الغلاء. حسن كامل المركزي يوفر العملات وتكليف شركتي النصر ومصر بالاستيراد المباشر. دي يعني تهديد من الدولة للتجار الداخليين عشان مواجهة الغلاء, ولا حضرتك شايفها ازاي؟ لا الحقيقة أنا ربما كل وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بمسألة طرح السلع بهذا الشكل ماشي, لكن فكره اني اعلن ان انا عندي تسعيره جبريه وانه مش هسمح, ده في تناقض بين سياسه الدوله وبين تنفيذ هذه السياسه, بمعنى انه احنا طرحين نفسنا باعتبارنا دوله تعتمد على اقتصاد السوق والاقتصاد الحر, وبالتالي فكره ان انا اعمل رقابه مباشره على الاسعار مش مجدية, لانه التاجر غالبا هيتوجه الى السوق السوداء. ما انت بتراقب الاسعار عندي, انا بشتريها وببيعها بهامش معين. بيكون ازاي يعني هو الخطوه ما خدتهاش الدوله الا بعد يعني وصول الموضوع لشيء غير محتمل؟ الحل بقى انه الدوله اذا كانت عايزه تقوم بدورها, فانا يمكن وافقت على الجزء الاولاني المتعلق بطرح السلع, لا يطرح هذه السلع بشكل كبير باسعار اقل بهامش كبير من السعر اللي بيطرحوه. ما كده قال, عشان كده قال لك خطه لاستيراد السلع. لا انا اقصد انه يتحمل هو اعباء معينه فيما يتعلق بالسعر. يعني انا ما استوردتش اللي بيحدث فعليا بتبقى السلع اقل جوده, فبالتالي المواطن بيضطر ان هو يدفع اكتر للتاجر علشان يحصل على السلع الجيده, يعني ما يتم طرحه, وده اللي حدث من خلال اللحوم اللي بيتم طرحها في الاسواق باسعار يقال انها اسعار مخفضه. هي اسعار مخفضه صحيح, بس هي اقل جوده, فالمواطن العادي بيلجا للاسعار المرتفعه جدا لان هو في النهايه عايز سلعه جيده. لا انا اقصد انه الدوله لازم تتحمل شويه هذا الفارق لكي تجبر التاجر على امرين, اولا انه في حاله التسعيره ما يروحش للسوق السوداء, وفي حاله ما اذا طرحت سلع جيده بسعر اقل منه هيضطر انه ينزل هو كمان الاسعار. يتم عمل عمليه توازن بين الاسعار اللي التاجر عايز يحصل عليها وما بين مكاسبه, ونخرج من هذا المعضل. فكره انه احط تسعيره واقول هو سعره كده وانا عندي اقتصاد سود مش هينفع, يبقى انا اتجه بقى للنظام الاقتصاد الاشتراكي وخلص نفسي, يعني طالما حطيت تسعيره. لكن ما ينفعش ده بكري له اتجاه وانا بنفس اتجاه. عذرا, بلا نعش الرقابه على التجار وعلى جشع البعض, يعني بعض التجار عندهم جشع, ده لان عشان يكون في رقابه على هؤلاء التجار على الجشعين بالاخص. لا ما هو ده في الاقتصاد يا استاذ محمد مش هينفع, ما ينفعش اطرح اقتصاد الدوله بفكر وانفذ فكر نظام تاني.
الدوله مطالبه ان هي تطرح يعني ده تناقض باسعار منخفضه بالظبط عشان اقلل السعر ان التاجر بيحاول انه يعليه زياده عن اللزوم، والا الاسعار الجبريه دي هتذهب بنا بلا شك من السوق السوداء، لان التاجر مش هيرضى يبيع. طيب حطها في السوق السوداء ويبيع، ونرجع تاني لفتره السبعينات والستينات وما حدث. نورتنا يا استاذ طارق، استاذ طارق تهاني الكاتب الصحفي بالوفد، شكرا جزيلا على هذه القراءه. الحديث متواصل الاقتصاد وموجز لاهم الانباء الاقتصاديه مع احمد فؤاد. صباح الخير يا احمد. شكرا.